صباح الخير عليكم الكويدات، كي صبحتوا؟ لاباس بخير ان شاء الله الكويدات تصبحوا على خير وبخير يا ربي. وشكرا الكويدات اللي مطمنين معايا، وشكرا على التفاعل، شكرا والله على دوك التعاليق الزوينه. شحال ما نشكركم قليل، راه عمركم ما تخيبوا، عمركم ما تخيبوا. الله يجعل ربي يسهل عليكم. والله يا الكويدات اليوم هذا الفيديو هذا شنو نقول لكم، شتو حضرت الحفله ديال مياتك وفرحان وشطحنا ونشطنا، موراها سبحان الله العادي سالينا هذيك الحفله، كلينا هذيك الشلك تصب الله سالينا. وجي السياسي حيت البارح ياسين كان قاري خرج مع ستة، خرجوا مع ستة. ايوا يلا داك الشيء باقي هنا حدايا، كيدخل الولد عندي هكا وليدي في عينك ضرب واحد. هانتوما شوفو الكبيرات، شتو انا كتحرق كاملة. ضربو واحد في باب المدرسة زرقلو العين. يا ربي قولولي انا اش غادي ندير، قولولي ما فهمتش. بغيت نحماق كنقولو فين ساكن، قالك ما عارفش. المهم دابا اش غادي ندير، خصني نمشي عندو المدرسة. اليوم هو قاري 8، قاري 28، 8:30. قالك ما نمشيش نقرا، قالك ما نمشيش نقرا. علاش؟ قالك الاخر حيت كيتبادل هو وياه، دابا هذا ملي يدخل الاخر يخرج. لا دابا بحال هذا يدخل مع 8:30 يخرج مع الوحده، الاخر يدخل مع الوحده يخرج مع 6. قالك غنتخالف انا وياه، ما غنقراش باش نتسناه. يلا هضروا مع البنات هادشي، يلا ما فهمتش علاش دابزو. وجا الله ولدي وما تحكي داكشي اللي وقع بينك وبين هو. دابا كان تيعايرني ضربتو، هو ضربني تخبى مورا هاديك المرة اللي تخبى مورا. ايه ومين تخبى مول المرة شنو درتي؟ صافي شتوني. وديك المرة شنو من اللي تخبى مولها شنو قالت؟ ما قالت والو، ما درتش، ما درتش ياك. والله البنات ما عرفتش اش غادي ندير، هاد العيالات هادو ما فهمتش. انت من ضربتي باش ضربتيها؟ بجوج سقلات، بجوج سقلات. ولكن شكون اللي جبد، واش هو ولا انت؟ هو. انا نمشي مع الحق. ها هو كيعايرك باش كيعايرك كلام خايب. انت ما سمعتو على عيني، قالك هو كيعايرني بكلام خايب. انا ضربتو جوج سقلات جا هو الاخر. جيت قلت له علاش، قال لي بصحتي انا بغيت. قلت له علاش ضربني؟ لا قلت له علاش تقول لي كلام خايب، عاد ضربته. ياه هانتوما سمعتو الكبيدات، انا ولادي ديما كنعلمهم واحد الحاجه، كنقول لهم ما تضربوش. او شنو كنقول لك يا سي؟ ما تدابش، ما تدابش. وكنقول له الا جبتك شي واحده ولدي قولها لمو. والله ولكن ما فهمتش انايا، والله ما فهمت. يعني وكان غير ضربو بالسقله ولا شي حاجه، مش يرد ليه السقله ولا باش يضربو هكا يزرق له العين. والله ما عرفت اش غادي ندير، واش نطلقو عليه يمشي عندو ولا نمشي نقلب على مو ولا اش غادي ندير؟ شنو غادي ندير يا سي؟ نمشي نقلب على مو ولا ما تضربوش؟ اضرب الجد. ولكن علاش ما بغيتيش تمشي دابا تقرا؟ بس تلقى به تما حيت هو تيكون تيجيبك، تيكون من الاخر يكون تخرج انايا، هو غادي يمشي، غادي يتخبى غادي يدخل.
انت سمعت الكبيرات والله ما عشتو ما تلفات لي وحق الله والله لا تلفات لي والله ما عرفت اش غادي ندير ما عرفت والله المهم الله يدير فيها الخير والله يصوب من عنده صافي انا عييت 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 كي مكلم ما كيعجبنيش ولدي ولادي مي كنشوفهم بحال هكا ما يعجبنيش الحال عمري ما جا اصلا انا ولدي يعني مزرقة له العين ولا لا اول مرة البارح من دخل عليا راه بقيت كنرجف اقسم بالله الا كنرجف كنرجف عرفتو كي درت ولا بغيت نطيح بالاعصاب فرحت هذيك الفرحة وقالت الصلاة والسلام تعطى على هلالة وروينة وهو يدخل عندي شتي بحال الليلة ردارت بيا راه الحمد لله الحمد لله حتى اللي ضربو راه قدو عطيتكم عهد الله عطيتكم عهد الله يا لو كان ضربو شي واحد كبير عليه يا واخا يبقى فيا غير عرق واحد البارح نجبدو شتو غير عرق واحد نجبدو البارح ولكن عنده الزال هذا اللي ضربو راه قدو ولكن خصني يتأدب نشوف إلا كانت أمو شي وحدة مزيانة هو هداك كانت شي وحدة شطماطة غادي نعطيها على جدو آه ضحك كانت شي وحدة شطماطة غنعطيها على جدو هو واحد النهار الكبيدات واحد الولد ضربو ضربو سقفو ناي ملقيتكش أي أنت أي صغيرة من ضربو بحجرة سقفو مشيت كنطير عند مو عرفت شو والولد كبير عليه عنده 19 كان عنده 19 بقيت كشحال هاد راه فايت عام بقيت كنجب صافي مشيت هكا كنطير عند مو من وقفت عند مو انا عولت على ما نكذبش عليك عولت على خسيت من وقفت عند مو داير لقيتها دايره العمليه لقيتها وصلوا لها الدراري الخبر قبل مني لقيتها واقفة عند الباب الكلمة الأولى اللي قالت قالت لي أختي الحبيبة أنا مزاوقة فيك اللي بغيتي ديري ديري والله إلا بغيت يعني بغيتي تسمحي لي الحبيبة شتو دبت دبت أنايا في بلاصتها وليت حشمت ولدي مضروب وليت كنقولها سمحي لي بكثرة الأدب اللي فيها والله ولكن نطيح في شي وحدة شاطة ماطة مشات فيها كانت تدخل المدرسة ديال العام لي داز وأنا واقف عليه مي كانو كيقرا رانيا كتقرا أنا واقف عليه ومي كنوصلو كنقولو شد في يد ختك هكا كنشد في يد ختو ويدخلو وأنا نوقف هو شاد في دختو وهما جاو داخلين زعما هكا كيكون في باب المدرسه وتجي واحد شاطماطه وتقبطو من هنايا ودارت له حياه كتشوف ولدها واش خارج كان شي كيخرج شي كيدخل وشداتو منها وقعدت له حاود دفعاتو له ياسين ياسين تصدم بقى داير فيها غير هكا جيت عندها انا قلت لها مكذبش عليكم قلت لها شنو قالك قالت لي حايدة تاتي ما حسيتش تقبطها من هنايا وجا في الشارع والله ما حسيتش براسي والله العظيم ما كيعجبنيش انا العنف العنف ما يعجبنيش بحال دابا هذا ضربوا الولد قدو مازال ما عرفتش شنو كاين راني صابر لو كان 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 كبير عليه ولو كان البارح جبت ما نقدرش نصبر انا راه قتليني انا راه انا توصل لي حتى الولد انا ما كنبقاش نشوف والله ما كنبقاش كان مرض في حياتي والله البنات الا كان مرض في حياتي ولا اله الا محمد رسول الله يمشي غادي يمشي بلاتي نشوفو مع 12 نتسناو تما نشوف مو واش كتجي معاه نشوف شنو غادي ندير معاه المهم يكون خير يكون خير يكون خير كبيدات ديالي الله يخطيكم وانا اي حاجه كنشاركها معاكم
وبسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله الكبيدات. يلا سلام عليكم.